السلام عليكم كدابي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم في الفيديو هذا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اول حاجه هي رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والهنا واش ما تمنيتوه يا ربي. جيتكم فيديو جديد اللي كنتمنى يعجبكم تستافدوا معايا منه. غنوري لكم طريقتي في الحليبه، كاين اللي كيعرف ليها كاين اللي ما كيعرف ليها، كنتمنى يستافدوا مني البنات اللي ما كيعرفوش ليها. طريقه صراحه اللي ساهله ودغيا كتوجد، واهم حاجه انها كتجي بنينه وخلاص. تبارك الله، كلشي حد كلشي كيعرف كل واحد وطريقته. غنشارك معكم البنات طريقتي وصافي. كيف ما كتشوفوا هنايا في المقادير، عندي هنايا تقريبا 4 حبات ديال المطشه مطحونين مزيان، مطحونين بالقشره ديالهم. عندي هنايا المعدنوس والكرافس مقطعين، عندي مليحه بالنسبه للعطريه، عندي مليحه، عندي الخرقوم والسكنجبير، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الابزار، وعندي هنايا البنات الحمص والعدس، وعندي بصله متوسطه مشلضه، وعندي هنايا اللحم هكا مقطع شويه بالنسبه اللي عنده العظام وسمو. عندي هنايا تقريبا معلقه عامره ديال مطيشه ديال الحك، كنتفهم على تالي. عندي هنايا خلاص الحمص والعدس راني كنفقدهم في الماء فزكاهم هكا باش الحمص راه ما كنحيدش القشره ديالو. وبالنسبه للعدس فاش كيفزك البنات في الماء قبل فاش كيكون كيتم ما كيحيدش ديك القشره تاعته، كتبقى الحبه ديال العدس صاينه. وندوزو للطريقه. وهنا خلاص البنات كيف ما كتشوفوا، بعد ما درت مطيشه درت العدس الحمص كلشي درتو دقه واحده، غنزيد البنات حتى العطريه. وغادي نزيد البنات الزيت بالنشا الروميه مخلطين، وغنشعل ليها تشحم. وهنا خلاص البنات كيف ما كتشوفوا الحوايج من بعد ما نسجموا المكونات مع بعضياتهم، خليتها هكا تقلات واحد شويه. غادي نزيد عليها البنات طنوبي عليها بالماء كل الملكة فاش غطيت صافي. دابا ما غنغطي عليها الكوكوط ونخليها هكا غير واحد ربع ساعة حتى 20 دقيقة ونرجع معاكم. الكوكوط ديالي نحط المطر كيف كتشوفو، الحمص وكلشي طايب. غادي نزيد عليها الما باش كتبدا ان شاء الله. دابا الحليب ديالي وهنتمها معايا كما كتشوفو، وصلت الطبق ديال الكوكوط ديالها هي راه طابت صافي. ولات غنحيد غير شوية على عود مطشة الحك هنايا غير شوية باش تلبس فيه مطشة الحك هنايا. غنبدا بسم الله نسيت البوطا بسم الله، ندير مسكة مرتاح وكنحرك في نفس الوقت كنكل كنحاول نوصل. وهنا البنات داك شويه لحيت من الحبيبه قبل ما نضوفها بالدقيق، زدت عليه ديك معلقه عامره ديال مطيشه ديال الحك، غنخلطها البنات معاه مزيان حتى كينسجموا، وكنزيدهم للحبيبه. كيف كتشوفوا هما كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غنزيدهم للحبيبه مع الدحباك. وطبعا البنات الحبيبه اللي بغات ثقيله راه كيكثر الدقيق، اللي بغات تكون غير خفيفه راه كيقللو. وكانت البنات الحبيبه جات على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، زدت فيها ديال المعدنوس حتى كاع حتى تقريبا قربت نطفي عليها، بس زدت فيها ديال المعدنوس مقطع. وكيف كتشوفوا البنات من بعد ما سليت من الحبيبه درت هكا تصيب، درت باش نصيب واحد المسمن على شكل محنشه في الفران، صراحه كتجي جيده وكتجي موافقه. عندي هنايا البنات كيف كتشوفوا الدقيق ديال الفينو مع الدقيق ديال الفورس، كيف كتشوفوا هنايا درت شويه ديال 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 الخميره. وهنايا خلاص البنات هنا عندي شويه ديال المليحه مع شويه ديال السنيدو، غنلمهم هكا بالمدافي وهانتوما معايا. خلاص هنايا من بعد ما لميت العجينه هكا دلكتها واحد 5 دقائق هكا كيف كتشوفوا في الطبق، غندهنها البنات غير بشويه ديال الزيت الروميه، نديها في بلاستيكه ولا سلوفان باش هكا ترتاح قد ما طحت قد ما كتجي هكا طريه. وهانتوما معايا.
وبالنسبه للعمارة ديال المحنشه اللي غنصايب، كيف كتشوفوا هنايا عندي سطوح ديال الدجاج قطعتو هكا طوفه شويه كبار، زدت عليهم تقريبا بصله هكا متوسطه ولا غير نص ديال وحده كبيره، قطعتها على هذا الشكل هذا. وغادي نجي لهم العطريه. بالنسبه للعطريه كيف كتشوفوا غندير غير مليحه مع الملح، طبعا كيبقى اختياري، مع بس معلقه ديال الخرقوم. غادي نجيب بس معلقه ديال التحميره غير بشويه، غادي نجيب سكينجبيب وخلاص العطريه راه باينه، سكينجبيب خرقوم تحميره مليحه البزار. وغادي نزيد معها تقريبا نص معلقه ديال القرفه كيف كتشوفوا، غير نص معلقه ما كثرتش، وزيت بلجيه مع روميه طبعا مخلصين. وغادي نشعل لهم البنات باش يتشحبوا المكونات كيف ما كتشوفوا، يعني خليتهم غير واحد شويه تشحبوا، نسجموا هكا الصاج ديال الدجاج مع العطريه مع البصله كلشي ينسجم. وغادي ندير لهم هكا غير شويه ديال الماء فاش يطيب، لانه كي كتشوفوا الصاج ديال الدجاج ماشي قطعته هكا طوفه صغار باش غير يتشحب صافي، يعني درتو هكا كبير. غادي نزيد ليه غير شويه ديال الماء كيف كتشوفوا غير فاش يطيب صافي. دابا غنغطي عليه وغادي نخليه يطيب ونرجع معكم. وهنا خلاص من بعد ما تصدت العمارة تصيب، هنا كيف كتشوفوا المسمن راني هكا قطعتوه هكايا كيف ما كتشوفوا، قبستو هنا بجيت كان كنوفق فيه. بالنسبه للطرق الصراحه حاجه سهله وباينه، غير الطريقه كل واحد وطبعا طريقته. غنشارك معكم البنات الطريقه شي، واخا تقطع راه ماشي مشكل. هنا من بعد ما كنوفق كندير غير شويه ديال الزبده مع الدقيق ديال الفينو كيف كتشوفوا، صافي البنات كنكلمها غير على هذا الشكل هذا، ما كنزيدش نلمها صافي. وكنهزها الا كان عندكم هكا شي بوطاجي هكا طويل ولا شي حاجه باش كتحكموا فيها انكم تعمروها زعما باش ما تعذبكمش. وغندوز لوحده اخرى حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وهانتوما معايا. كيف كتشوفوا هنا جات لها هذه عندي هاد الطبيله هاجي طويله، كان نجي وحده مع وحده كيف كتشوفوا هكا، كنحاول انني السكوم كيكونوا ملصوقين، كان جاها كمسنه طويله على هذا الشكل هذا. وهنا خلاص هذا التكستور ديال الدجاج من بعد ما طاب كيف كتشوفوا هكا، حاولت نقطعوه هو وديك البصله خلطتهم. وهنايا عندي اللوز مقلي ومطحون، زدت معاه معلقه كبيره ديال السنيده، وغنزيد معاه حتى معلقه نص معلقه ديال القرفه. كتجي البنات واحد الحنجره صراحه جيده بالنكهه ديال بحال بسطيله. وتما عندي الفرماج، الفرماج كيبقى اختياري اللي بغى يجي واللي ما بغاش بلاش. نزيد البنات ديك بسطيله الملقه غنزيدها على اللوز، وهنايا المسمنه كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. هي جيت كنستف في الصدر ديال الدجاج. وهاد العمارة هادي راه ممكن تجيبوها بالكفتة، تجيبوها بالطون زعما اللي متواجد عندكم. صراحة كتجي واحد المسمنة اللي لجيدة وكتجي مقرمشة. ومن بعد ما صطفت هكا الدجاج زدت عليه اللوز كيف كتشوفوا،
وهنا غنبقى كنجي في الفرماج. من بعد ما ساليت الدجاج اللوز غنبدا نجي في الفرماج. وطبعا البنات كيف ما قلت لكم الفرماج كيبقى اختياري، يعني اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش بلاش. صافي هنا غنبدا كنلم، كتلم بكل سهوله زعما ما كتعدم ما حتى شي حاجه، وحتى الا تقطعات راه ماشي مشكل، ما زعما العما ما تجيش تخرج حيتاش غتعاود طوال المره الثانيه والثالثه. صافي كنبقى البنات على هذا الشكل هذا حتى كان حتى كنلمها، وها نتوما مع الفيديو تشوفوا الطريقه كيفاش. وهنا من بعد ما لميت الحنشه ديالي غادي نجيبها في لاطه تصيب كيف كتشوفوا. غير هو البنات من الاحسن تاخذوا تصيب في الفرن، يعني مش ما تزبوش عليها قد ما تعطلت قد ما كتجي مقمشه والجيده. وهنا البنات خاصه الحنشه ديالي كيف ما كتشوفوا من بعد المطار البنات كتجي مقمشه كيف كتسمعوا، صافي كتجي مقمشه البنات. غير هو وعدوها هكا شويه وقتها هكا في الطياب، غادي نجي لها هكا خطوط العسل. وطبعا التزيينه كيبقى اختياري. وهنا كتخلي شويه ديال الجلوس فين جبنا هكا من الفوق، كتجمد على هذا الشكل هذا وبالصحه والراحه. وهكا كانت البنات الطبيله جرنا اول افطار في رمضان، راكم عارفين الطبيله جرنا الاول غير كنزبو عليها. صافي هنا كيف كتشوفوا الحبيبه المحنشه اللي صايبت معكم، ولا مسمنه على شكل ديال المحنشه بصراحه كتجي رائعه. وكتشيط لي العجينه على المسمن صايبته عادي، ومن بعد عملته بالطون والحبوب والفرماج مع بصيله ومعدنوس صراحه كيجيو لذاجين. وتما البنات درت هكا سندويتشات صغار عملتهم بالكفته صافي. وخلاص البنات البيض مسلوق شباكية وطمو اللي ضروري في اي مائدة مغربية مع سليلو كويس تاع اتاي. وكنت البنات هادي هي الطبيلة ديالنا، بغيت نشارك معكم هكا شنو وجدت في اول نهار في رمضان. وصافي البنات لعل وعسى هكا تستافد معايا شي وحدة. هنايا المسمى كتكلم به لكم من الداخل كيف جا، وهنايا البنات المحنشة كيف كتشوفو كتجي صراحة من الداخل مبوفقة، واهم حاجة انها كتكون طيبة ومقمشة. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش لاول مره كيشوف القناه يجي لي ابوني ويفعل الجرس باش يوصلك باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش لايك للفيديو الى لقاء الفيديو القادم ان شاء الله.